قد أفلح من زكاها. موضوع التحلي بمظاهر الإسلام سهل، لكن التخلي عن الأشياء والشوائب الباطنية صعب، هذا صعب جدا. يقول: ومات صديق له وهو عند رأسه، فلما مات أطفأ حمدون السراج، فقالوا له: في مثل هذا الوقت يزاد في السراج الدهن؟ فقال لهم: إلى هذا الوقت كان الدهن له، ومن هذا الوقت صار الدهن للورثة. هي مسألة تتعلق بالناحية الفقهية الدقيقة اللي نحن ما نقدرها منهم. المال هذا وكل شيء اللي كان حول هذا الإنسان المريض، إن كان غالي ولا رخيص، إن كان تافه ولا غير تافه، طالما كان هو حيا ملك مين؟ ملكه. لما ما صار ملك مين؟ الورثة. عاد الورثة بيبقى فيها كبار وفيها صغار وفيها قصر. نعم، صار بقى لازم تكون الرجوع في الانفاق من هذا المال والتصرف فيه الى هؤلاء الورثة. قال: ايه هي شوف هي لك شفت شمعة ومدري شو. ما بيجوز انت تقول هذا الكلام. المال مال، كثر او قل، عندما يكون ملكك تقول هذا الكلام. نعم، لكن لما يكون المال ملك غيرك أنت أمين عليه، وكما تكون أمينا على جله تكون أمينا على القل منه، على القليل منه أيضا. نعم، هذا أمر الله عز وجل. لذلك لأن احنا بنقول أن الموظف في دائرته الأوراق بيقدر يستعملها لمصلحة الدولة، لما بده يجي يكتب رسالة لواحد يمسك ورقة من هدول يكتب، حرام، ما بيجوز أبدا هذا العمل. نعم، نحن بنقول هذا الكلام في وقت واحد، يمكن نقول هذا الموضوع تجاوزناه كثير، صرنا ننهب مال الدولة نهب وصرنا نعمل أشياء، لكن لازم نعرف القليل لحتى نقدر خطورة الكثير اللي نحن واعين فيه. نعم.